تحتفل الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد من كل عام وسط أجواء تغمرها الفرحة والسعادة من مختلف المشاركين بالاحتفالات. وتحتفل الكنائس الشرقية في 7 يناير من كل عام بعيد الميلاد المجيد، والذي يمثل الكثير من القيم والرسائل الإنسانية. وسط أجواء احتفالية وحدت جموع الشعب المصري، احتفلت كنائس مصر بعيد الميلاد المجيد بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبار رجال الدولة في رسالة توضح معنى الوحدة والتآخي التي يعيشها المجتمع المصري. البداية كانت من الكنيسة الإنجيلية التي شهدت احتفالات وفرحة سيطرت على كافة المشاركين بعيد الميلاد. بقول لكل إخواتنا من طبعا الديانة المسيحية كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وإحنا طبعا جايين كأنا جاي كممثل للأزهر الشريف نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين. ومصر في هذا العهد، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا بنقول إن مصر بلد الأمن، بلد الاستقرار، بلد التعايش، لا فرق فيها بين مسلم ومسيحي. أقول للشعب المصري النهاردة، مصر اليوم في عيد، في احتفالنا بعيد الميلاد المجيد، شفت كل قيادات ورموز المجتمع ممثلة في حفلنا، وهي دي مصر. مصر بتتضافر معا، تجتمع معا في كل المناسبات، في الأفراح وفي الأطراح. وفي مقولة جميلة تقول: الأفراح إذا وزعناها زادت، والأطراح إذا اقتسمناها زالت. وده شعبنا المصري في كل مناسباتنا، كلنا معا، كلنا معا بنجتمع معا. كما احتفلت الكنائس الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد في مختلف محافظات الجمهورية، وعلى رأسها كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. يا رب بالسلام والمحبة، ويرفع عن العالم الغلاء والحروب في العالم كلها، ويدي سلام وتسامح في الناس كلها. نقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين في عيد الميلاد المجيد من كنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح. والحقيقة أنه مصر دايما تفضل رمز للتعايش والتسامح، وحاضنة لكل المصريين بأمن وبأمان وبسلامة، وربنا يجعل علينا العام الجديد عام كل رخاء وسعادة إن شاء الله. وشهدت محافظة الجيزة احتفال مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بالعيد. عيد الميلاد المجيد عيد كبير عندنا، بنحتفل بيه باستعدادات كتيرة، بصوم الميلاد وبرمون الميلاد، بنستعد لعيد الميلاد، وطبعا في زينة خارج الكنيسة، لكن المهم زينة قلوبنا بالتوبة واستعداد لميلاد المسيح. فده حدث كبير غير تاريخ العالم كله، وقسم التاريخ قبل الميلاد وبعد الميلاد. الكنائس الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد في يوم 7 يناير من كل عام، وهو يوم ميلاد السيد المسيح الذي يبعث بالكثير من القيم والرسائل الإنسانية التي تحث على الخير ونشر السلام والمحبة بين عموم البشر. وفي كنيسة السيدة العذراء مريم بالمصرة التي تعد الأقدم في حي شبرا، حيث تم بناؤها عام 1924، كانت الفرحة حاضرة على جميع الحاضرين احتفالا بعيد الميلاد المجيد. احنا بنحتفل الليلة بعيد ميلاد السيد المسيح، له كل مجد، الذي أعطى للعالم الخلاص والسلام والمحبة والطمأنينة والهدوء. ونتمنى من كل قلوبنا لأرضنا الحبيبة مصر كل خير وكل بركة وكل سلام. أنا بنبسط جدا لما باجي يعني الكنيسة، وكمان بفرح وأنا ببقى مع صحابي وببقى مع عائلتي، يعني بيبقى يوم حلو لما احنا بنقضيه مع بعض وكده. النهاردة الحب اتولد، الله محبة، دي رسالة سلام لينا وللبلد وللعالم كله. ربنا يجعل السنة الجديدة تبقى خير على بلدنا. لازم نحب الناس ويبقى في محبة والسلام زي ما المسيح أحبنا وبذل ابنه الوحيد. العيد فعلا بيجمعنا كلنا مع بعض كده، مسيحيين ومسلمين في مكان واحد، وبنحس طبعا بالإخوة وبيعم السلام. احنا بنبقى سعداء جدا ومبسوطين جدا بالاحتفالات بأي حاجة، لأن أول حاجة إحنا بنسعى ليها إن هي نعيش في حياة السلام. باجي أحضر القداس وببقى فرحان، وبحب أقابل صحابي، يعني بيبقى أحسن يوم في حياتي يوم العيد ده. بنقضي القداس أنا وولادي، وبكرة بإذن ربنا رايحين عند والدتي
وبنخرج بقى زوجي وعيالي مع بعض. طبعا احنا بنيجي كلنا نبقى كلنا مهتمين جدا بقداس الصلاه، وبعديها بقى خلاص يعني الدنيا بتبقى كويسه الحمد لله. هكذا تزينت الكنائس المصريه بالشموع واشجار عيد الميلاد باللونين الاحمر والاخضر والهدايا، وملأت مراسم الصلوات قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2023 بروح احتفالية بعثت برسائل محبة وسلام إلى العالم أجمع.